انا وسهلا بيكم في قناه صحه وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهارده يا جماعه هنكمل سلسله فيديوهات التوعيه الصحيه اللي ابتديناها مع بعض على القناه. الناس اللي اول مره تشوفنا يا جماعه على القناه، القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات خاصه بصفه عامه عن الصحه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه نرجع نشوف محتوى من الفيديوهات اللي بنقدمها على القناه، ولو عجبنا المحتوى ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. ناس كتير بتسالني على الكركم والمكملات الغذائيه اللي بتتعمل منها الكركم، الا وهي ماده الكركمين. ويا دكتور، هل ناخد الكركم الطبيعي ولا نشتري المكملات الغذائيه، خاصه في ظل الاستغلال اللي بنشوفه من المكملات الغذائيه غاليه الاسعار؟ فعاوزين ناس تقرر هل تاخد الكركم بشكل طبيعي ولا المكملات الغذائيه. قررنا نعمل حلقات على الكركم، ثلاث حلقات متواصلين يا جماعه، خلالها هتعرفوا كل حاجه عن الكركم وعلى مميزات الكركم وايه الافضل استخدمه كمصدر طبيعي ولا المكملات الغذائيه اللي بتباع في المتاجر الالكترونيه وعلى السوشيال ميديا واللي بتتباع بشكل خاص عند بعض الاطباء، ولا ناخد الكركم بشكله طبيعي. كل ده هنعرفه في حلقات الكركم، واول حلقه النهارده خليكم معايا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، واهلا بيكم مره تانية في قناه صحه وتخسيس. الكركم يا جماعه عباره عن جزمور ونبات عشمي معمر، يعتبر من الفصيله الزنجبيليه اللي هو يعتبر احادي الفلقه. في اكتر من 80 نوع من الكركم يا جماعه. الاسم العلمي للكركم تورميريك، اشهر الانواع بتاعه الكركم الكركم الطويل اللي بنسميه كركوما لونجا وكركوما زيدوريه. في مسميات اخرى للكركم، في ناس بتقول عليه الكركب، في المغرب اخواتنا العرب في المغرب يسموه الخرقوم، في اسماء اخرى في جميع انحاء العالم منها الهرد، اصابع صفر، الورس، عقيد الهند، الزعفران الهندي، الجدور، الزرامب، عروق الصباغين، العروق الصفر، اليمني الاجود، بقلة الخطاطيف. عموما هو في الغالب بيسمى بالبهار الذهبي. الموطن الاصلي للكركم يا جماعه هو بينمو في جنوب شرق اسيا وجنوب غرب الهند، وبينتشر في الهند واندونيسيا. خلي بالكم زراعته بتحتاج لميه كتير جدا، وبيحتاج لدرجه حراره من 20 ل 30 درجه مئويه. الهند تعتبر اكبر منتج للكركم يا جماعه، وبتستهلك حوالي 80% من محصول العالم. واكبر مدينه منتجه للكركم يا جماعه في العالم هي مدينه اورد في ولايه تامل نادو بجنوب الهند. عايز اقول لكم ان تم زراعه الكركم محليا في الولايات المتحده بامريكا عام 2015، واصبحت هاواي اكبر منتج لاصناف عضويه فعاله من الكركم. الكركم يا جماعه تم اكتشافه بواسطه الرحاله الشهير ماركو بولو في الصين والهند. طب ازاي بيحضروا الكركم اللي احنا بنشوفه عند العطارين يا جماعه؟ الكركم يا جماعه لما ما بيستخدموش طازه بيغلوا الجذور بتاعته لمده 30 45 دقيقه ويجففوها في افران سخنه يا جماعه، وبعد كده يطحنوها لحد ما يعملوا البودره البرتقاني او البودره الصفراء اللي انتم بتشوفوها عند العطارين. طيب ايه هي فوائد الكركم يا جماعه؟ اول حاجه لمرضى السكر، الكركم يا جماعه من الحاجات اللي بتحسن وظيفه خلايا بيتا اللي في البنكرياس اللي بتنتج الانسولين. بيقلل كمان مضاعفات السكر، انتوا عارفين السكر يا جماعه بيعمل تلف في الاعصاب، بيعمل التهاب في قزحيه العين، بيعمل اعتام في عدسه العين اللي هي الميه البيضاء، بيعمل حاجه اسمها خزل المعده اللي هي الجاستروباريزيس اللي هي ضعف وظائف المعده. كمان يا جماعه بيقلل هجره خلايا الدم البيضاء المسببه للالتهاب. عشان كده بينصحوا يا جماعه، بيقولوا ان تناول من 1 لـ6 جرام يوميا من الكركم بيقلل مستوى السكر الصائم بنسبه 29%. طيب ايه فوائد الكركم للكبد والجهاز الهضمي؟ بصوا يا جماعه، هو بينشط الكبد لافراز الصفراء، فبالتالي هو مذيب لحصوات المراره لانه مدر للصفراء. بس خلي بالكم هو بيقي من حصوات المراره، لكن الكركم ممنوع للناس اللي عندها حصوات المراره بالفعل. كمان الكركم من الحاجات اللي بتزود حركه المعده. الكركم يا جماعه مضاد للفيروسات بدرجه كبيره جدا، عشان كده بينصحوا فيه لعلاج التهاب الكبد الوبائي سي، وهو اكتر فعاليه من الشاي الاخضر في تقليل التلف الفيروسي اللي بيجي لخلايا الكبد، لان هو كمان بيعمل عمليه تحفيز للانتحار الذاتي المبرمج للخلايا السرطانيه. كمان مفيد جدا للسيدات يا جماعه، لانه بيحمي خلايا الكبد من الاثار الجانبيه عندها لحبوب منع الحمل، الستات اللي بتاخد منع الحمل.
كمان يا جماعه هو بيساعد على زياده انتاج الانزيمات الحيويه، وبالتالي بيقلل السموم جدا من الجسم، وبيحمي من الاجهاد التاكسدي، وبيقلل تراكم الدهون على الكبد للمرضى اللي عندهم الكبد الدهني الغير كحولي اللي هم ما بيشربوش كحوليات لكن نتيجه سوء التغذيه الاكلات اللي بناكلها. كمان يا جماعه بيحميني من تليف الكبد نتيجه الركود الصفراوي، نتيجه ان هو بيقلل تسلل الخلايا الالتهابيه ويقلل ترسيب الكولاجين على الكبد. كمان يا جماعه الناس اللي بتعمل زراعه للكبد احيانا بيحصل عندها نقص ترويه للكبد، هو بيمنع ده يا جماعه، وكمان بيعالج اعراض مرض بومزوي او اعراض القولون العصبي. طيب على مستوى الكلى بيخفف حاجه اسمها الحكه اليوريميه اللي هي بنسميها اليوريميك بيوريتس. الناس يا جماعه مرضى الكلى او اللي بيغسلوا الغسيل الكلوي بصفه مستمره اكتر من مرتين في الاسبوع بتيجي لهم حكه كده في جلدهم اسمها الحكه اليوريميه. الكركم يا جماعه من الحاجات اللي بتخفي الموضوع ده، كمان بيحسن صحه الكلى لمرضى الناس اللي عندهم الزئبق الحماميه، لان للاسف مرضى الزئبق الحماميه بيجي لهم حاجه اسمها التهاب الكليه الزئبي اللي هو لوبس نيفرايتس. كمان يا جماعه بيحمي الكلى من التاثير السلبي لمرض السكر، المرض السكر يا جماعه بيعمل حاجه اسمها دايابيتيك نيفروباسي، كمان بيعمل اعتلال للاعصاب المحيطه اللي هو اسمها دايابيتيك بريفرال نيروباسي. كمان يا جماعه الكركم من الحاجات اللي بتزود سرعه التعافي من الجروح والاصابات الحاده في الكلى. طيب على مستوى الجهاز التنفسي الكركم يا جماعه من الحاجات اللي بتعمل تخفيض لاعراض الربو، بتقلل اعراض الربو عند الناس اللي عندها الربو الشعبي، بتقلل حاجه اسمها التليف الكيسي اللي هو السيستيك فيبروزيس، بتقلل سرطان الرئه، بتزود كمان سرعه التعافي من الاصابات المختلفه اللي بتصيب الرئه، كمان بيحمي الجسم من اضرار التدخين. عشان كده يا جماعه بينصحوا باستنشاء الكركم علشان يساعد في تخفيف البلغم المتراكم في المجاري التنفسيه. كمان يا جماعه الكركم من الحاجات اللي بتقي من الفصال العظمي الاوستيو ارثرايتس، وهو عباره عن التهاب عظام المفاصل المزمن اللي هو موجود في الركبه، وبالتالي يحسن قدره الركبه على اداء وظائفها الحركيه الطبيعيه. في دراسه قالت ان تناول 100 جرام من الكركم الطازج بيساعد على تحسين التهاب المفاصل وشده الالم. في دراسه تاني قالت ان هو لما ادمج الكركم مع عشبه اللبان المنشاري، موجوده دي عشبه يا جماعه موجوده عند العطارين، بيقدر يدي لي تاثير مسكن للالم يوازي السيليكوكسيب. السيليكوكسيب يا جماعه ده دواء كيميائي موجود في صوره السيلبريكس. على مستوى القلب يا جماعه الكركم من الحاجات اللي بتقلل ال LDL لو دنس لايبوبروتين او الكوليسترول السيء والدهون الثلاثيه اللي هي ترايجليسرايدز، وبيحمي القلب من ارتفاع مستوى السكر في الدم. لما بيزيد مستوى السكر في الدم يا جماعه بيحصل حاجه اسمها زياده اكسده وتدمير الدهون اللي موجوده في اغشيه خلايا القلب، وبالتالي لما يخلصني من المشكله دي يقلل لي تليف وتصلب الشرايين ويقي من حاجه اسمها التصلب العصيدي اللي هو الاثيروسكلروزيس نتيجه احتواء الكركم يا جماعه على جسيمات نانونيه اللي هي النانو بارتكلز. طب على مستوى المخ محاربه الزهايمر، بيحسني الذاكره، بيقوي الذهن، لان هو بيزيل الترسبات اللي هي البليكس نتيجه تراكم بروتين البيتا امايلويد في خلايا المخ، وبالتالي كمان بيقلل لي تراكم المواد الدهنيه في المخ وبيحسن تدفق الاكسجين، وبالتالي هو من الحاجات اللي بترفع لي مستويات مستقبلات المخ المرتبطه بالذاكره والتعلم. بيحسني صحه المخ بانتاج الهرمونات اللي بتساعد على تجديد وانقسام الخلايا العصبيه. كمان يا جماعه نتيجه لكده هو بيقلل الامراض العصبيه والنفسيه زي الاكتئاب والقلق، لدرجه ان في دراسه طلعت يا جماعه قالت ان الكركم ليه تاثير مشابه لاحد مضادات الاكتئاب المشهوره جدا في الصيدليات اسمه فلوكسيتين، وبالتالي كمان بيقي من مرض باركنسونيزم ويقي من الارق الليلي نتيجه ان هو بيعيد التوازن لمستويات الهرمونات في. على مستوى السرطان يا جماعه الكركم من الحاجات اللي بتمنع تحول الخلايا السليمه لخلايا سرطانيه، ولو حد عنده سرطان بيقلل انقسام الخلايا السرطانيه وبيحفز موت الخلايا السرطانيه عن طريق ان هو بيظبط الجزء الخلوي اللي المفروض ان هو بيزود الخلايا السرطانيه بالطاقه اللازمه لنموها وانقسامها، وبالتالي الكركم من الحاجات اللي بتقي من سرطان البروستاتا والقولون والمستقيم والامعاء والثدي والجلد والدم والبنكرياس والورم النخاعي المتعدد. يختلف عن العلاج الكيماوي، اكيد بيختلف عنه يا جماعه، ان الكركم من الحاجات اللي بتستهدف الخلايا السرطانيه وتقتلها من غير ما تضر الخلايا السليمه في الانسجه المحيطه، عكس الكيماوي اللي بيضر الخلايا السليمه.
عشان كده بينصحوا للقضاء على السرطان والوقاية من السرطان، بينصحوا بتناول 2000 لحد 4000 ملي جرام يوميا من الكركم. على مستوى السمنة يا جماعة، الكركم من الحاجات اللي بتساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون، لأنه بيزود التمثيل الغذائي للدهون، وبالتالي بيحدث تنحيف للبطن وبيقلل حاجة اسمها مقاومة الإنسولين اللي هو العامل الأساسي في زيادة الوزن. كمان بيقلل الجسم انه ينتج الانسجه الدهنيه نتيجه زياده الاوعيه الدمويه. تم نشر دراسه علميه في مجال اسمها فرونتيرز ان فارماكولوجي، قالت ان تناول الكركم من قبل مرضى متلازمه الايض قلل عندهم الوزن وقلل مؤشر كتله الجسم. ايضا في دراسه نشرت في المجله العلميه اسمها بايو فاكتورز، قالت ان هو بيساعد في علاج السمنه والحد من الشراهة الليلية اللي هو الجوع بالليل يا جماعة وأكل الأكل الغير صحي. كمان الكركم يا جماعة من الحاجات اللي بتحسن الهضم وبتقلل أعراض الانتفاخ اللي هو البلوتينج والغازات، لأنه بيحفز العصارة الهضمة وبالتالي يحسن صحة الهضم، وبالتالي مفيد جدا لعلاج التهاب الأمعاء والتهاب القولون التقرحي. كمان يا جماعة مفيد للناس اللي بتحس إحساس متكرر إن هي عايزة تدخل الحمام عشان تخرج الفضلات، لأنه بيساعد على إبطاء وتيرة تفريغ الأمعاء من الفضلات. كمان يساعد الكركم يا جماعة على إفراز نوع من السيتوكينات عشان تحافظ على الوزن الصحي، وبيحسن اتزان بكتيريا الأمعاء المفيدة. كمان يا جماعة هو من الحاجات على مستوى المناعة يا جماعة، الكركم بيزود المناعة ويعالج لي الكحة ونزلات البرد واحتقان اللوز والحل، وكمان بينظم موضوع الحمى يا جماعة، لأنه بينظم درجة حرارة الجسم نتيجة تأثيره على خلايا المناعية البيتا سيلز والتي سيلز والخلايا البلعمية والخلايا المتعادلة البيضاء والخلايا القاتلة الطبيعية والخلايا المتغصنة المناعية. كمان بيقلل نشاط البروتينات المسببة للالتهابات زي عامل نخر الورم التي ان اف والانترليوكين والكيموكينز. في فوائد اخرى كمان للكركم يا جماعه، منها التهاب العين، بيعملوا منها قطرات يا جماعه لعلاج امراض العين زي العين الورديه، الجلوكوما، القرحه بتاعه القرنيه والتهاب المتحمه. الكركم من الحاجات اللي بتزود التئام الجروح وتطهيرها، وكمان علاج للحروق يا جماعه لقدرته على اعاده نمو الجلد التالف. كمان يا جماعه الكركم حلو جدا لعلاج الانيميا نتيجه ان هو بيحفز انتاج كرات الدم الحمراء اللي هو الار بي سيز اللي هو الريد بلاد سيلز. كمان بنعالج الاسهال المزمن والديدان الطفيليه. كمان بيقلل التهابات البواسير، بنقلل بيه اعراض حمى القش والحمى الموسميه، بنحارب بيه حب الشباب والصدفيه والاكزيما والتجاعيد والتصبغات والرؤوس السوداء والثعلبه. كمان يا جماعه على مستوى الشعر بيحسن مظهر وصحة الشعر، لأنه بيقوي البصيلات بتاعة الشعر وبيخفف الصلع. كمان الكركم يا جماعة يعتبر مسكن ومضاد للالتهاب، يعتبر أقوى من الكورتيزون في علاج الأمراض الجلدية. كمان بيقلل الألم بفعالية مساوية لدواء الإبيوبروفين أو البروفين اللي موجود عندنا في جميع الأشكال التجارية. كمان بيمنع المغص وطارد للرياح، وبينظم الدورة الشهرية يا جماعة، لأنه يعتبر مصدر طبيعي للإستروجين، وبالتالي بيمنع بعض الإنزيمات الالتهابية ويقلل تصنيع البروستاجلاندين. كمان يا جماعة هو بيحتوي على مضادات أكسدة بتسمى الكوركومينويدز. المضادات الأكسدة دي بتحارب الجذور الحرة الضارة وبتأخر ظهور علامات تقدم السن وبتقلل التوتر التأكسدي. دي فوائد الكركم. لسه في فوائد تانية كتير للكركم هنحكي عليها الحلقة اللي جاية، ولكن بعد ما تشيروا الحلقة دي لكل الناس عشان يعرفوا فوائد الكركم. الحلقة اللي جاية هنجزم بشكل خاص، احنا عاوزين نستخدم الكركم بشكله الطبيعي ولا الكركم اللي هو بينتجوه اللي موجود في المحلات التجارية وموجود في الصيدليات والموجود الناس بتبيعه اونلاين، ده ولا الطبيعي. اتمنى ان الحلقة دي تكون عجبتكم يا جماعة، ياريت ترسلوا الحلقة دي لكل الناس اللي تعرفوهم اللي عايزين يستفاد من الكركم. انتظروني الحلقة القادمة ان شاء الله. لو عجبنا الفيديو ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فترة فيديو جديد خاص بالصحة بصفة عامة والتخسيس بصفة خاصة. وياريت يا جماعة ما ننساش نشارك القناة لكل اصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. شكرا لكم، كنتم في قناة صحة وتخسيس، كان معكم دكتور حنس حشمت. الف سلامة.